المسائية من الميادين، سلام الله عليكم وإلى عناوين ملف هذه الليلة. إن أي اعتداء إسرائيلي، أي قصف إسرائيلي لأي هدف يرتبط بالمقاومة في لبنان في مسألة الصواريخ أو غيرها، نحن حزب الله سنرد عليه سريعا ومباشرة وبقوة. معدلات القوة تحول أي حرب مقبلة في المنطقة إلى حرب وجود كبرى وتحرير من الهيمنة والاحتلال. إنه إذا قدر الله سبحانه وتعالى وحدثت مواجهة وحرب مع هذا المحتل، فسيتم دك تل أبيب بأضعاف مضاعفة مما دكت به في عام 2014. وحدة الجبهات تجعل من غزة جبهة حرب تحررية في رد محور المقاومة والشعوب ضد أي عدوان. حسابات ترامب المالية والانتخابية تحبط خطط معسكر الحرب، فهل يعيد الثلاثي السعودي الإسرائيلي الإماراتي حساباته للحد من خسائره في المنطقة؟ صورة المعادلات العسكرية والسياسية والشعبية ما بعد يوم القدس العالمي ليست كما قبلها، من غزة إلى ضاحية بيروت إلى صنعاء، ومن المغرب العربي إلى دمشق وبغداد وطهران، وما بعدها هو محور مقاومة الشعوب الرافضة لصفقة القرن وتمسكا بالحق الفلسطيني مقابل معسكر الحرب وقمم الاستغاثة والتراجع في السعودية. لم يعد هناك من أحجيات حول صورة أي مواجهة أو حرب قد يغامر بها معسكر الحرب الإسرائيلي السعودي الإماراتي بقيادة أمريكية. أي حرب ضد إيران ستأخذ المنطقة إلى الحرب الكبرى ولن تبقى أي جبهة باردة. هكذا رسم خطاب السيد نصر الله سيناريو المواجهة الكبرى، ولعل إشارته إلى أن محور المقاومة والشعوب سيقلب المعادلة من الدفاع إلى الهجوم قد ينقل المواجهة إلى حرب تحرير من الهيمنة الأمريكية، ولا سيما أن الأثمان الكبرى ستدفعها إسرائيل والسعودية. بكل صراحة قالها السيد نصر الله إن اليمن جزء أساسي من محور المقاومة، وبصراحة أيضا قالها قائد حماس في غزة يحيى السنوار، ويضاف إليهما موقف العراق المتميز في قمم مكة. فهل بقي أي احتمال لمغامرة عسكرية من معسكر الحرب ضد إيران أو أي جبهة أخرى؟ وهل تكفي معادلة الحرب الوجودية لمنع أي مغامرة؟ وهل ستكبح حسابات ترامب المالية والانتخابية جماح معسكر الحرب نهائيا؟ وهل تسمح تعقيدات نتنياهو السياسية الداخلية بأي مغامرة عسكرية؟ مستعدا لكل الاحتمالات مهما كبرت، ومستعدا لخطوات عسكرية لم يسبق أن نفذها في المعارك السابقة، لعلها نتيجة يمكن استخلاصها من الخطابات المتوالية لقادة أساسيين في محور المقاومة، حيث بات قصف تل أبيب من بديهيات أي مواجهة. فماذا بعد؟ هذا التقرير لمحمد محسن. في مقابل حملات الطائرات الأمريكية ومؤتمرات التحشيد السياسي السعودية، يبدو محور المقاومة في الأيام الأخيرة كأنه بدأ هجومه المعاكس على المستوى نفسه من التهديد وإعلان الاستعداد للمواجهة، إذا نقل محور أمريكا وحلفائها الصراع مع إيران إلى الناحية العسكرية. بلغة واحدة عابرة للحدود تحدث قادة بارزون في محور المقاومة من غزة إلى بيروت. عشرات آلاف المقاتلين في غزة وقادرين في لحظة يمكن هلا معلش إذا وسعنا البكار، لحظة حرب كبرى في المنطقة أن يسيطروا على مساحات واسعة جدا من أرض فلسطين في محيط قطاع غزة. عندما يستخدم السيد نصر الله مصطلح الحرب الكبرى في سياق قال فيه إن المصالح الأمريكية في المنطقة ستباد
إن اشتعلت حرب ضد إيران فإن عناصر هذه الحرب تبدو ماثرة على نحو أقرب من ذي قبل، لكن وجود توازن واضح في القوى قد يدفع واشنطن وتل أبيب والرياض ومن معهم إلى إعادة الحسابات قبل شن حرب على إيران، ما قد يخفض احتمالات وقوع هذه الحرب، خصوصا وأن قصف تل أبيب مثلا صار من البديهيات. إذا قدر الله سبحانه وتعالى وحدثت مواجهة وحرب مع هذا المحتل، فسيتم دك تل أبيب بأضعاف مضاعفة مما دكت به في عام 2014. ونحن لسنا بعيدين عن معادلة واضحة، إذا قصفتم غزة سنقصف تل أبيب إن شاء الله. المسألة ليست شكلية ولا استعراضية إذن، حدد محور المقاومة نزرا يسيرا من الأهداف وهدد بتدميرها، لا شك أن لديه الكثير منها، وفي حمأة تزاحم الاحتمالات يقول هذا المحور إنه مستعد لها على اختلافها، المواجهة الشاملة في حرب كبرى أو التسوية والتفاوض على قاعدة التوازنات الميدانية من طهران إلى صنعاء فبغداد فدمشق فجنوب لبنان فغزة، وليس على قاعدة صفقة القرن أو العقوبات الأمريكية. نناقش ملف الليلة مع ضيوفنا من لندن رئيس تحرير جريدة رأي اليوم الأستاذ عبد الباري عطوان، ومن واشنطن مدير مركز الحوار العربي في أمريكا الأستاذ صبحي غندور. أحييكما ضيفي العزيزين، وأبدأ معك أستاذ عبد الباري عطوان. من ما سمعناه خلال الأيام الماضية من أقطاب أساسيين في محور المقاومة حددوا فيما يبدو معادلات عسكرية، موازين قوى، وقواعد اشتباك جديدة في المنطقة. كيف يمكن أن ترى الصورة انطلاقا من المواقف التي سمعناها قبل خلال عدة أيام؟ أستاذ كمال، أولا الحرب القادمة ستكون حرب تحرير وليست حرب الدفاع عن النفس فقط مثل معظم أو كل الحروب السابقة مع العدو الإسرائيلي. يعني السيد حسن نصر الله قال أكثر من مرة بأن استعادة الجليل وتحريرها من الاحتلال الإسرائيلي هذا أمر مؤكد في أي حرب قادمة. أيضا سمعنا القادة الفصائل حماس والجهاد الإسلامي وغيره يتحدثون صراحة، والسيد حسن نصر الله أكد ذلك بأنهم سيستعيدوا العديد من الأراضي الفلسطينية المغتصبة في أي حرب ثالث. الأمر الآخر، يعني ما فهمته من خطاب السيد حسن نصر الله وأنا تابعته كلمة كلمة ولم أشاهد القمة العربية أو القمة الإسلامية، كان خياري أن أشاهد هذا الخطاب التاريخي مثل الملايين أو مئات الملايين من العرب والمسلمين. لماذا؟ أنا ما فهمته يا أخي، نايمين هذول زعماء عرب منافقين جايين يناموا، جايين بدهم فلوس مش جايين بدهم مهتمين بالقدس. الذي يهتم بالقدس هو الذي يريد تحرير القدس، الذي يرتب اللي هي مظاهرات أو إحياء ليوم القدس العالمي، هؤلاء هم الذين يريدون القدس. على أي حال، يعني ما فهمته من خطاب السيد حسن نصر الله وما بين سطور هذا الخطاب بأن هناك قرارا قد صدر من قبل محور المقاومة ووافقت عليه جميع دول محور المقاومة بالتصدي لأي عدوان إسرائيلي سواء على غزة، على لبنان، على إيران، وهذا يعني أن المنطقة كلها ستشتعل، لن يكون هناك أي تهاون على الإطلاق. هذه النقطة. النقطة الأخرى، السيد حسن نصر الله قال صراحة بأن أي عدوان إسرائيلي على مصالح عسكرية أو مؤسسات عسكرية لحزب الله مثل مخازن الصواريخ الدقيقة سيكون الرد فوريا فوريا ومزلزلا، يعني لن يكون هناك يعني هنا أستاذ عبد الباري قبل أن أنتقل أستاذ صبحي. هنا في تحديد، هل ترى تحديدا لقواعد اشتباك مقبلة أنه العدوان على أي مصالح
أو أي مراكز لحزب الله في لبنان الرد سريع فوري وقوي؟ نعم. الاعتداء على إيران، فتح كل الجبهات، وأن نعم. الجبهات سوف تشتعل، المنطقة كلها سوف تشتعل، وأيضا حدد ميدان الحرب، يعني أشار بالاسم إلى إسرائيل والسعودية، ويعني حدد نعم. مجال الحرب أو قوس النار دعنا نقول الذي سوف يكون. هل بهذا المعنى نكون أمام قواعد اشتباك واضحة في المنطقة؟ أستاذ كمال، يعني أنا تلقيت اتصالا هاتفيا من إنسان أعز كثيرا اللي هو السيد الأستاذ زياد النخالة، أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، وأنا أعرفه جيدا. ماذا قال؟ قال بالحرف الواحد، قال اطمئنوا، والله لو حصل اعتداء على قطاع غزة والله سنضرب تل أبيب، وسنضرب مطار تل أبيب، وسنضرب كل الأهداف بدون تردد. وقال إنه هذه الصواريخ التي باتت دقيقة جدا ومن صنع وتصنيع هذا الشباب المؤمن في قطاع غزة، هذه الصواريخ سترون المئات ربما الآلاف منها. اطمئنوا، نحن الآن في موقع قوي جدا. نفس الكلام كرره السيد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، وقال بالحرف الواحد انه يعني الصواريخ التي ستنزل على دولة الاحتلال الإسرائيلي وأهدافها العسكرية ستكون أضعاف أضعاف الصواريخ التي طيب هنا ضربتها. اسمح لي أستاذ عبد الباري أن أنتقل أستاذ صبحي غندور أيضا، ولتوصيف هذه المواقف التي صدرت من غزة، من الضاحية الجنوبية في لبنان، في وأيضا من طهران، ومواقف من صنعاء، و هل تعتقد أستاذ صبحي بأن هذا الكلام هو كلام حماسي شعبوي تعبوي يناسب المرحلة، يناسب الخطاب الجماهيري، أم أن التصريحات جدية وتعني بداية تحول في الصراع مع إسرائيل وحلفائها في المنطقة والولايات المتحدة؟ كيف يمكن، في أي إطار يمكن أن نضع هذه التصريحات الجديدة؟ أولا شكرا لك أستاذ كمال، تحياتي للأستاذ عبد الباري. أنا في تقديري ما قاله السيد حسن نصر الله أمس فعلا هو محطة جديدة في الصراعات في المنطقة، وليس فقط في المسألة المتعلقة الآن بإيران. حصل في السابق عدوان إسرائيلي على لبنان أكثر من مرة ولم تنفجر الحرب الكبرى على حد تعبير السيد نصر الله. حصل على غزة حروب متعددة واعتداءات متعددة ولم تحصل الحروب الكبرى. تحصل اعتداءات متكررة إسرائيلية في سوريا على مواقع سورية وغير سورية، وأيضا لا تحصل ولم تحصل الحرب الكبرى. الآن ما هو مستجد هو الذي شاهدناه في الأسابيع القليلة القادمة، خاصة في كل شهر أيار الماضي الآن، من تصعيد أمريكي ضد إيران. الآن هذا التصعيد لو استوعب عربيا وإسلاميا بشكل أفضل مما حدث في قمم مكة، لكانت الأمور أنا في رأيي تسير باتجاه أفضل مما هي عليه الآن. لكن الذي حصل طبعا الآن هو هذا المزيج الذي نراه قد حدث، يعني من مصالح إسرائيلية كبيرة في تسعير الصراع مع إيران، من مصالح إسرائيلية كبيرة في ضرب المقاومة في أي مكان، من أيضا من مصالح خاصة في رأيي بإدارة ترامب تحديدا وليس في الدولة الأمريكية بهذا المعنى، في ربما وصول لحالة الحرب مع إيران. يعني أنا أعتقد يعني أجهزة المخابرات في أمريكا ومؤسسة وزارة الدفاع لم يكنا في فترة الخروج من أو الانسحاب من الاتفاق الأمريكي من الاتفاق الدولي مع إيران، لم يكنا مع هذا الانسحاب، يعني نعرف ذلك. لكن القرار الذي اتخذ من قبل ترامب والذي دعم الآن بتعزيزات عسكرية وعقوبات على من يتعامل مع إيران، كل ذلك أنا في رأيي كان يوحي فعلا بمؤشر إمكانية التصعيد. لأن ما هو تسأل عنه يا أستاذ كمال، أنا في تقديري الآن هو عنصر جديد بهذا المعنى. عنصر جديد فيه هو أن ليست هي مجرد يعني خطابات حماسية أو مجرد شعارات، هو إنذار واضح بأن الآن أي حرب قادمة عسكرية على إيران تعني حرب
كبرى في المنطقة وشاملة. هنا هنا هناك هناك بعد أستاذ صبحي عملي، يعني عندما تشعر أطراف الحليفة لإيران بأن إيران مهددة أو العدوان سيكون على إيران، هذا يعني أنه في معركة وجود بالنسبة لها، يعني هذه القوى سوف تخوض معركة وجودها عندما يكون العدوان مباشر على إيران، الحرب مباشرة على إيران. نعم، هو ليس دفاعا عن إيران بكل وضوح، يعني حينما أيضا لنرى الأمور بوضوح أكثر، حينما دخل حزب الله في الصراع الذي حصل في سوريا منذ عام 2011، أنا في تقديري الأساس فيه كان هو الدفاع عن النفس، لأن في النتيجة سوريا هي البوابة التي كانت لكل ما كان يصل لحزب الله وللمقاومة في لبنان من دعم وأسلحة وغير ذلك، فالدفاع عن النفس طبعا، ولأنه ومن الطبيعي أن يقال أو يستنتج بأن المعركة ضد إيران ستعني معركة، يعني حتى لو ما استهدف لبنان أو فلسطين في أي تصعيد عسكري ضد إيران، لو لم يحصل الاستهداف بشكل مباشر أو متزامن فأنه سيحصل لاحقا، يعني هي نظرية الدومينو التي تعتمدها الولايات المتحدة في حروب عديدة. حصل ذلك حين غزت الولايات المتحدة العراق، وسمعنا ديك تشيني آنذاك يقول أن هذا الدومينو سيؤدي إلى تساقط أنظمة في المنطقة، وحتى تحدث عن سقوط السعودية وغيرها من الأنظمة. فهذا يعني أنه أي حرب قادمة على إيران ستعني حرب فعلا على كل هذه المواقع التي فيها إن كان أشكال مقاومة ضد إسرائيل أو حالات أخرى كما حالة ربما يمن أو غيره. فأعتقد الآن المشكلة الكبرى هي السؤال إنه هل هذه الحرب ممكن يعني استبعادها، لأن أنا في تقديري حتى لو حصلت حالات دفاع كما سمى هذا التعبير السيد حسن نصر الله أمس، أن يعني حلف المقاومة بهذا المعنى هو في حالة دفاع الآن، وكان أساسا في حالة دفاع في كل الفترة الماضية، ونجاحاته هي في الدفاع عن ما هو يعني قائم أو موجود لحالات المقاومة، إن كان ذلك في غزة أو في لبنان أو في سوريا أو في غيرها. السؤال الآن هل يمكن استبعادها لهذه الحرب؟ أنا لم أصل بعد أخي كمال أن الأمور قد انتهت إلى استبعاد كامل، لأنه هو عنصر مهم جدا الآن ما أشار إليه السيد نصر الله في خطابه أمس، أن الحرب الكبرى ستحدث وضرب المصالح الأمريكية سيحدث وإسرائيل والسعودية مستهدفان يعني في هذا الأمر، كل ذلك عناصر بدون شك تؤثر على القرار في عدم حدوث الحرب الآن. لكن اسمح لي نتحدث عن عاملين لنأخذ ما بعين الاعتبار. عامل الإسرائيلي الخطير، أنا في رأيي نتنياهو وجندته لها يعني له مصلحة كبرى في تسعير أو في حدوث هذه الحرب، وأيضا العامل السياسي الشخصي لترامب في الولايات المتحدة، خاصة بقاعدته الشعبية التي تشجع على مثل هذه الحرب، خاصة في ظل التحقيقات معه يعني التي تم عوامل الحرب أو بيئة الحرب لا تزال الحرب هو أمر قد حدث بشكل كامل. سنستمع أيضا لهذا التقرير لزميلتنا غراسيا بيطار الذي أضاء على ما قاله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، نتابع التقرير ثم نعود مرة أخرى إلى ضيوفنا. في يوم القدس العالمي رسم الأمين العام لحزب الله المعادلة التي تحكم العالم، فنحن في حضرة خطابه أمام معادلة عربية وإقليمية ودولية جديدة، معادلة لا مكان فيها لقمم الاستغاثة والمستغيثين بالأمريكي لضرب إيران، ولا مكان فيها لجرائم تتستر خلف صفقات. هي قمم استغاثة سعودية تعبر عن العجز والفشل أمام الشعب اليمني والجيش اليمني واللجان الشعبية وأنصار الله والشباب اليمني الذكي الشجاع المؤمن المجاهد البطل. هذا الحشر القممي في الزمان والمكان ألا يؤشر إلى أفلاس فاضح؟ الجواب ربما جاء في البيانات الختامية التي سقطت فيها سهواً قضية فلسطين المركزية. التحريض ضد إيران كاد يكون البند الوحيد في اللامشروع السياسي واللامشروع الاستراتيجي للداعين والمدعوين على السواء، وهو في الوقت نفسه صدى لإخفاق المسار الأمريكي الإسرائيلي السعودي في ساحات المنطقة من اليمن إلى العراق وصولا إلى لبنان. لبنان الذي يقف استنادا إلى خطاب نصر الله في مقدم محور المدافعين عن القدس الشريف وفلسطين، فالشعوب العربية إذا ما أرادت إفشال صفقة القرن فعلت. يجب أن يكون لدينا
الأمل القوي بأننا نستطيع أن نحقق هذا الهدف ونمنع هذه الجريمة التاريخية من أن تتحقق في منطقتنا وعلى أرضنا. ومن هنا تحديداً من دور لبنان في المهمة الكبرى جاء كلام نصر الله الانتقادي للموقف اللبناني الرسمي في قمة مكة. الوفد ترأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، وربما الرسالة موجهة له تحديداً بأن هذه المرة لن نجهد التسوية أو نسقط الحكومة، ولكن حذاري من المناورة بموقف لبنان في قضايا إقليمية وحساسة كالموقف من إيران والحرب عليها. فهذا كما يفهم بين سطور خطاب الأمين العام غير مقبول إلى حد قد يطيح أي تفاهم داخلي في لبنان. أستاذ باري عطوان، توصيف ما جرى أو توصيف هذه المواقف بأن في أطراف جبهة المقاومة أو تحالف من عدد من القوى والدول فيما يعرف بمحور المقاومة أخذ قرارا بالهجوم المعاكس على لإسقاط صفقة القرن، لقلب المعادلة الاقتصادية والحصار الاقتصادي، لفرض معادلات وقواعد جديدة في المنطقة. بمعنى أنه هناك من يرى بأن كل هذه التحركات، المؤتمرات التي عقدت والتي سوف تعقد في الأيام المقبلة، غدا في مؤتمر في بيروت، هل تعتقد فعلا بأن محور المقاومة قادر على المبادرة اليوم من مرحلة الدفاع كما قال الأستاذ صبحي غندور إلى مرحلة المواجهة؟ وهل فعلا هذا المحور قادر على إسقاط صفقة القرن وعلى هزيمة الولايات المتحدة ولجم إسرائيل وردعها وإيقاف بعض الدول الخليجية عند حدودها؟ هل هو قادر فعلا بتقديرك؟ هل استعراض القوى الذي قاله يوم أمس السيد نصر الله أنه الوضع في غزة أفضل، الوضع في جنوب لبنان في لبنان أفضل، الوضع في سوريا أفضل، هل هو توصيف واقعي؟ دكتور صبحي تحدث عن نقطة مهمة جدا، وهي أن الاستعدادات الآن تسير على قدم وساق من أجل الحرب الكبرى وليس من أجل حروب صغيرة. يعني في الماضي كان يكون هناك عدوان على غزة، كان يكون هناك عدوان على لبنان، كان يكون هناك عدوان على سوريا، ويكون الرد يعني من هذه الجبهات فقط وبمعزل عن الجبهات الأخرى. الآن ما أعتقد وما يتوفر لدي من معلومات بأن أي حرب ستكون على كل الجبهات، يعني لن يتم الاستفراد بغزة، لن يتم الاستفراد بلبنان، لن يتم الاستفراد في سوريا أو بإيران، يعني ستكون حربا شاملة. هذه نقطة مهمة جدا. نقطة أخرى أستاذ كمال، يعني تخيل سبع طائرات حوثية مسيرة، سبعة تستطيع أن تصل إلى غرب الرياض وتنسف وتشعل النار في مضختين لخط الأنابيب. سبع طائرات مسيرة، هذه الطائرات تفرض عقد أو تؤدي إلى عقد ثلاث قمم وسط حالة من الهلع والذعر والخوف. تخيل سبع طائرات. طب كيف سيكون الحال لو آلاف الصواريخ انهالت دفعة واحدة على مثلا دولة الاحتلال الإسرائيلي أو انهالت على أهداف سعودية وخليجية في منطقة الخليج؟ تخيل الصورة. تخيل لو ضربت محطات الكهرباء، تخيل لو ضربت محطات التحلية، تخيل لو ضربت المطارات، تخيل لو تعطل مطار تل أبيب، يعني كيف سيكون الحال؟ هذه مسألة مهمة جدا وخطيرة جدا. نقطة أخرى، السيد حسن نصر الله، وأنت تحدثت أستاذ كمان عن قواعد الاشتباك، السيد حسن نصر الله تحدث بالحرف، نحن لدينا كميات كافية وزيادة من الصواريخ الدقيقة ونستطيع أن نستخدمها. والأكثر من ذلك قال والله إذا استمروا في استخدام هذه الصواريخ أو الحديث عن معامل لإنتاجها في لبنان سنقوم بإنتاجها وبيعها وتسديد بعض الديون في الخزانة اللبنانية. يا أخي هذه لغة ما سمعناها.
ما سمعناها من 100 عام حقيقة. هذه هي لغة القوة، لغة الثقة بالنفس. احنا امام الان جبهة، امام محور قوي جدا، امام محور يدرك بان هذه الحرب الكبرى ستكون الحرب الأخيرة، ولذلك سيتم استخدام كل ما هو متوفر من أسلحة في غزة، في صنعاء، في إيران، في سوريا، في لبنان. هذه هي الحقيقة، هناك عملية تعبئة وتحشيد لهذه الحرب الكبرى. محور المقاومة انتقل من مرحلة الدفاع عن النفس فعلا إلى مرحلة المبادرة. طيب خليني أسألك، أو اسمح لي أن أسألك أستاذ عبد الباري عطوان قبل أن أعود إلى واشنطن، الرأي العام العربي والحاضنة الشعبية لهذا التحالف أو لهذه الجبهة، لأن سمعنا فجر اليوم السيد نصر الله يقول بأنه الرأي العام العربي جزء كبير منه معنا وحاضن لنا، هل تعتقد فعلا أن الرأي العام العربي بعد كل سنوات التحريض والتعبيرات والمصطلحات يعني بمعنى أنه أنت تعرف في يتداخل الموضوع المذهبي مع الموضوع التاريخي مع الفرس مع المجوس مع كله مع بعضه خلال سنوات، هل تعتقد أنه فعلا بعد كل هذه الحملات والطرف الآخر لديه وسائل إعلام ولديه ماكينات إعلامية، هل فعلا الرأي العام العربي مع محور المقاومة بتقديرك؟ أستاذ كمال، أنا في هذه المهنة منذ 40 عاما وأتابع الرأي العام العربي. الرأي العام العربي في معظمه وفي إجماع ساحق تقريبا بأنه الآن مع محور المقاومة. هل سمعت الآن هذه كلمة المجوس وعبدة النار وأولاد المتعة، هل تسمع هذه التعليقات أو هذه التوصيفات الآن؟ كلها اندثرت لأنه محور المقاومة استطاع أن يثبت نفسه، استطاع أن يتماسك، استطاع أن يقف على قدميه بقوة بعدما حصل في سوريا. الآن هذا المحور يجلس أمام مقعد القيادة. الرأي العام العربي تغير بالكامل، أصبح الرأي العام العربي في معظمه وفي أغلبيته الساحقة مع محور المقاومة، وهذا نراه بشكل أساسي في عدم الاهتمام بالقمم الثلاث التي عقدت في مكة المكرمة. لم يتهتم بها أحد، والله لم يسعى احد لمعرفه قراراتها ولم حتى خطاباتها على الاطلاق. ونحن نتابع ونحن نضع اصبعنا على نبض الشارع العربي من خلال بيانتنا، فالامور تتغير الان. الشارع العربي ادرك من هو مع الكرامه العربيه، مع الكرامه الاسلاميه، مع الكرامه الذاتيه، ومن هو ضد هذه الكرامه، من يريد ان يستسلم. لذلك صفقه القرن سقطت استاذ كمال، سقطت القرن، سقطت بالكامل، والذي اسقطها هو محور المقاومه بكل عناصره، الفلسطيني والايراني واللبناني والسوري والعراقي واليمني. هؤلاء هم الذين أسقطوا محور اسمح لي أستاذ عبد الباري أن أسأل الأستاذ صبحي أيضا في ذات السياق إن كان يتفق معك أنه صفقة القرن سقطت على وقع الرفض الفلسطيني ووجود جبهة مقاومة أو رفض لهذه الصفقة، أتتفق مع أستاذ عبد الباري أنه صفقة القرن انتهت، أو كما قال يقول بعض اليوم هي الآن تتهاوى؟ يعني ليت هذه المسائية اليوم يا أستاذ كمال لساعتين وليس لساعة واحدة، أولا لما تسيره من عناوين وقضايا مهمة، وثانيا لأنه الأستاذ عبد الباري وأنا ربما عندنا الكثير لنقوله على ما تسأل عنه، لأن تحديدا الآن جوابا على سؤالك، نعم هي صفقة قرن انتهت لأنها وصلت إلى طريق مسدود. أول سد هو الرأي الفلسطيني والموقف الفلسطيني الشامل للسلطة ولمعارضي السلطة. ثانيا بسبب طبعا حفظات عربية مهمة، يعني إن كان من الأردن أو المغرب أو حتى مصر وأطراف عربية عديدة، الكويت غيرها إلى آخره، هذه التحفظات العراق لبنان عمليا، هذه التحفظات مهمة لإسقاط صفقة القرن. الآن تبني السعودي لن ينفع صفقة القرن، على العكس يدين الآن السعودية في الحفاظ على صفقة القرن وما تعنيه وما تتضمنه من تخلي عن كل القضايا الوطنية الفلسطينية. لكن هل يعني ذلك أنه هنا أيضا دائما المشكلة على مفهوم الانتصار، أنه انتصار لقضية الفلسطينية؟ لا، لأن سقوط صفقة القرن وانتهائها
لم يلغي الوقف المالي الكبير الذي أوقفته الولايات المتحدة عن الأنور، ولن يلغي أن القدس والأراضي الفلسطينية ما زالت محتلة والمستوطنات تحدث. فإذا مطلوب الانتقال من وجهة نظري من حالة إسقاط الصفقة إلى حالة وضع بديل لهذه الحالة، وهنا البديل لا يمكن أن يكون فقط فلسطيني كمواجهة أو كمقاومة بأشكال مختلفة، البديل مطلوب أن يكون عربي. أنا أعتقد يا أخ كمال القمة العربية في مكة مصابة بالحول كانت، لأنه حينما يتم استخدام تعبير القضية المركزية استخدم هذا التعبير في البيان الختامي بآخر فقرة، استخدم بكلمات لعدة زعماء عرب، ووجدنا الحديث عن إيران في البيان الختامي 10 نقاط ونقطة واحدة وضعت فقط إرضاء لمحمود عباس الذي طلب في كلمته الإشارة التي وضعت في تماما السطر ونصف في رقم 11. هذا يعني أن هناك حالة حول، كيف تكون هي القضية المركزية ويتم تجاهلها ويتم دعم صفقة القرن من قبل السعودية التي تستضيف هذه القمة ويتم الحديث 10 نقاط عن إيران؟ كيف يتم هنا، يعني لا أفهم فعلا كيف يتم الحديث عن أن الشعب، أن القضية الفلسطينية هي الأساس لنا كعرب في القمة تحدثنا، ويكون الكلام كله في النتيجة تنفيذ لأجندة نتنياهو. نتنياهو من 2009 قال لباراك أوباما وثم قال لترامب الذي نفذ ترامب أن عليكم تهميش القضية الفلسطينية والسكوت عن الاستيطان وضم الضفة الغربية والقدس وأيضا تسعير الصراع مع إيران. هذا ما حدث للأسف. يعني أنا هل تعتقد أستاذ صبحي بأنه بس كمل لك هالمسألة. تفضل تفضل. لو كنت مستشار العاهل السعودي مع تأمين على حياتي طبعا لكنت نصحت فعلا أولا بأنه يقول لولي عهده أنه اجلس جانبا الآن، لأنه السنوات الماضية فيهم مصايب كثيرة حدثت بأشكال مختلفة داخلية وخارجية. وثانيا اللي عملت ما عملته الدولة الفاطمية، فاطميون جاءوا من أقصى المغرب وصلوا إلى مصر وإلى المشرق بسبب الحديث عن مواجهة الصليبيين. كان أولى بقمة مكة أن تقول 10 نقاط عن فلسطين، وأن تقول لا للصفقة القرن، وأن تقول لا لترامب وسياساته، وأن تقول لا لكل المشروع الإسرائيلي، وأن تدعي إيران وحتى سوريا وكل الأطراف إلى قمة وتقول علينا الحديث عن القدس التي هي ثالث الحرمين. سيد صبحي هنا هل تعتقد أن يكون هو رقم أن هناك أساس أن هناك تبعات هناك تبعات لفشل صفقة القرن ستدفعها بعض الأطراف الإقليمية أو حتى المحلية؟ هل تعتقد أنه في تداعيات ستكون على الأطراف التي رعت أو حضنت صفقة القرن؟ والبعض يقول حقيقة التداعيات وخطورتها تكمن في أنه حتى رعاة صفقة القرن من الأطراف العربية أو الإقليمية يحاولون يعني التنصل منها أو يعني الابتعاد مسافة عنها. عمليا أخي كمال لا يمكن الآن حديث عن صفقة القرن وليس هناك حكومة إسرائيلية. الآن أنا أعتقد جارد كوشنر حينما ذهب لإسرائيل والتقى نتنياهو ربما نصحه أيضا ونصح يعني بالتمسك بالشروط مع ليبرمان لكي يتم الآن تجاوز هذه المسألة بحجة أن بإسرائيل ليس هناك حكومة، لأنه الحكومة في أيلول في سبتمبر حينما يتم إعادة الانتخاب ستحتاج إلى 2 أيضا ربما لشهر 20 نوفمبر من أجل تشكيلها، ثم ستأتي الانتخابات الأمريكية 2020 وتنشغل الولايات المتحدة كلها بما فيها ترامب في مسألة الانتخابات الرئاسية 2020. فلا أعتقد أن هناك الآن مؤتمرات لصفقة القرن، فقط سيتم الحديث في المنامة إذا عقد عن كيف نحسن الوضع الاقتصادي مع بعض رجال الأعمال ربما الفلسطينيين، لا أعرف إذا كانوا سيحضرون أم لا، ولكن لن تكون هناك لها هذه القيمة إطلاقا كاجتماعات. نعم. ولن تكون هناك أساسا صفقة لا سياسية ولا اقتصادية لاحقا، فقط سيكون هناك تنفيذ لكل ما هو يحدث على الأرض من إجراءات، مزيد من الاستيطان، مزيد من التهويد، ومزيد من قطع المساعدات. هنا دور كان القمة العربية تعويض كامل مالي على السلطة الفلسطينية، على الفصائل الفلسطينية، على الأنوروا بكل ما يتم قطعه، وإقامة نوع من التحصين على المستوى الداخلي العربي والفلسطيني في مسألة تتعلق الآن في مصير القضية الفلسطينية التي يطلق عليها تعبير القضية المركزية وهي أصبحت قضية هامشية. نعم. لدى هؤلاء الذين كما تبين من
من البيان الختامي للقمة العربية. اسمح لي أستاذ صبحي غندور، أستاذ عبد الباري عطوان، مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير، بعده نكمل في نقاط أخرى للنقاش وعناوين أخرى في مسائية الليلة، ابقوا معنا. مجددا حياكم الله. رسم السيد حسن نصر الله أطر مواجهة كبرى في المنطقة، وأكد أن شرارة حرب الوجود ستحرق السعودية وإسرائيل وتدمر قواعد مصالحها، مصالح واشنطن في المنطقة. أسس هذا المشهد لفتح الطريق من طهران إلى جنوب لبنان مرورا بسوريا والعراق، ورسم معه مشهدا آخر يحدد أطر المواجهة الكبرى في ظل انفتاح الحدود والجغرافيا، مواجهة تبدو السعودية وإسرائيل في صلبها. أعلنها السيد نصر الله بصراحة، سوف تدفع السعودية ثمن تحريضها على إيران وتورطها في الخطة الأمريكية. تدرك الرياض معنى كلام نصر الله، فهي وبعد 5 سنوات تقف عاجزة في مواجهة اليمنيين بمفردهم، ما يعكس هشاشة بنيتها في مواجهة حرب يصفها الأمين العام لحزب الله بأنها ستدمر القوات والمصالح الأمريكية في المنطقة. رفع سقف المواجهة إلى أقصاه، فالحرب لن تقتصر على قواعد واشنطن وإنما تتعداها إلى مصالحها في منطقة يلعب حزب الله دورا رئيسيا فيها بحضوره الرئيسي على الحدود الشمالية مع فلسطين المحتلة وامتلاكه منظومة صواريخ عالية الدقة تطال كافة النقاط الإسرائيلية. حكيتوا على قناة الميادين وحكيتوا بخطاب مباشر، وهلأ بدي أرجع عيده بخصوص هاي النقطة. وقت قلنا لهم أن أي اعتداء إسرائيلي، أي قصف إسرائيلي لأي هدف يرتبط بالمقاومة في لبنان في مسألة الصواريخ أو غيرها، نحن حزب الله سنرد عليه سريعا ومباشرة وبقوة. كلام السيد نصر الله يثبت قواعد الردع مع إسرائيل ويفتح الباب لتثبيت قاعدة ردع مع أمريكا. أنا أقول الليلة إذا الأمريكان بدوا يضلوا فاتحين هذا الملف، خلي ياخذ كل العالم علم، نحن سنؤسس مصانع لصناعة الصواريخ الدقيقة في لبنان. هي حرب مفتوحة يلوح بها السيد نصر الله نيابة عن محور المقاومة، معركة وجود، المنتصر فيها من يمتلك القوة على الأرض ويحدد خياراته في المواجهة الشاملة لرسم وجه جديد للمنطقة. عودة من جديد لضيوفنا. أستاذ عبد الباري عطوان، عندما نتحدث عن هذه قواعد الاشتباك الجديدة، الموقف الجديد، اشتعال الجبهات، وعندما يتحدث الأمين العام لحزب الله باسم محور بأكمله، باسم جبهات بأكملها، وكأنها كلها يعني أصبحت كتلة واحدة أو جبهة واحدة أو قرار سياسي وعسكري واحد، هل هذه يمكن أن تكون، أن توقف حسابات الحرب؟ بمعنى أن كلفة الحرب التي يستعرضها المحور وقادته يمكن أن تمنع هذه الحرب، وحزب الله أو السيد نصر الله فصل الفاتورة يوم أمس في الخطاب أو فجر هذا اليوم. أستاذ كمال، علينا أن ندرك جيدا بأن هذا المحور يستند إلى قوة عسكرية ذاتية الصنع وليست مستوردة. يعني هو لا ينتظر صفقات من أمريكا ولا صفقات من روسيا. من صنع الطائرات المسيرة هم أنصار الله في اليمن وحلفائهم. من صنع الصواريخ الدقيقة التي قصفت تل أبيب وقصفت المستوطنات في غلاف غزة وفي أشدود وفي العسقلان وفي عدة مدن، هذا كلها صناعة ذاتية غير مستوردة على الإطلاق. هذه نقطة. النقطة الثانية، عندما تفتح كل الجبهات فهذا يعني خسارة كبيرة جدا لأمريكا ولهيبتها ولمصالحها. يعني عندنا 6,000 جندي أمريكي في العراق، عندنا 2,000 جندي في سوريا، عندنا أيضا قواعد أمريكية في الخليج. هذه القواعد كلها ستدمر أستاذ كمال،
لن يتم التردد لحظة في قصفها وتدميرها. عندنا آبار نفط ستدمر، عندنا ناقلات نفط ستدمر، عندنا كما قلت محطات تحلية، محطات كهرباء، محطات مياه، يعني كل هذه ستدمر. عندما يتقدم عشرات الضباط أو الجنرالات الأمريكان المتقاعدون يتقدموا بمذكرة إلى ترامب يحذرونه من أي حرب ضد إيران وأي حرب في المنطقة، لأن التكاليف ستكون باهظة جدا. يا أخي هذول جنرالات حرب، هذول مش يعني خبراء ولا من هذول، كانوا في الحروب، كانوا في عدة حروب، كانوا في الجيش الأمريكي ويعرفون قدرات هذا الجيش ويعرفون قدرات الآخرين، يعرفون ماذا يعني أن تخرج طائرة مسيرة من اليمن من كهوف صعدة مثل ما يقولون خصوم أنصار الله، عندما تخرج هذه الطائرات السبع وتصل وتقطع أكثر من 1000 كيلومتر وتقصف أهدافها بدقة، عندما تنطلق الصواريخ من قطاع غزة وتصيب مدرعات ودبابات إسرائيلية وأهداف إسرائيلية عسكرية، لم يقتلوا مدنيا واحدا، كل أهداف عسكرية. شوف الرقي، يعني هذه الصواريخ تصيب أهدافها وتصيب أهدافها العسكرية وبدقة متناهية. طب ماذا يعني هذا؟ يعني أنه إحنا إذا قررنا نقتل مدنيين، آلاف المدنيين، مئات الآلاف المدنيين، نحن قادرون على ذلك. يعني هنا أنت أستاذ عبد الباري حضرتك تؤيد أو توافق على كلام الأمين العام لحزب الله، أيضا كلام الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس، بأن المحور بوضع جيد. يوم أمس كما ذكرت السيد نصر الله استعرض الساحات، قال نحن بوضع الآن غزة تستطيع أن تضرب تل أبيب، نحن أيضا نستطيع أن ندخل الجليل، يعني بمعنى هذا الاستعراض. لكن بالمقابل أستاذ عبد الباري هناك صورة أخرى، يعني اليوم غزة، هناك من يقول لك غزة محاصرة ومدمرة ومجوعة، سوريا محاصرة ومدمرة، اليمن محاصر ومدمر، إيران محاصرة، حزب الله محاصر، يعني بمعنى أنه لا، هذا المحور ليس بوضع قوي يستطيع أن يفرض معادلاته، هو تحت النار والحصار والدمار. هذه صورة أخرى مقابلة. سيد كمال صحيح، هذا كلام صحيح، بس عندما كنا نحاصر وعندما كانت تحاصر غزة وتحاصر سوريا وتحاصر لبنان، يعني لم تكن هناك قدرة على الردع، لم تكن هناك قدرة على الرد، لم تكن هناك موازين قوى تختل مثل ما هو الوضع حالي. الآن لا، الآن في حصار نعم وفي جوع نعم، بس في كرامة، في صمود، في عزة نفس، في إرادة. نحن في صراع إرادات، نحن في حرب الإرادات. الآن من الذي ينتصر في هذه الحرب؟ يعني احنا في هاليوم السعيد، احنا في هاليوم السعيد يا استاذ كمال، اللي تطلع الصواريخ زي المطر تنزل على تل ابيب وتنزل على اسدود وتنزل على عسقلان وسدرود. احنا في هذا اليوم السعيد، متى كنا احنا في قطاع غزه وفي جنوب لبنان وفي العراق وفي سوريا، متى كنا نحلم بان يتعرض هذا العمق الاسرائيلي لهذا الزخم من الصواريخ؟ متى كنا نتصور انه عندما يقول لنا السيد حسن نصر الله انظروا الى سواحل بيروت، هذا عام 2006، وسترون البارجه الاسرائيليه التي ترابط على سواحل بيروت ستروها تدمر، وفعلا نلتفت وتدمر كلها. ومنذ ذلك الحين لم تقم للسلاح البحري الاسرائيلي اي قائمه، ومثلما جرى نجحت الصواريخ في الغاء التفوق الجوي الاسرائيلي، حتى يعني من يكسب المعركه على الارض هو الذي يكسب الحرب. هذه قاعده تاريخيه، هذه قاعده نظريه عسكريه معروفه. يا استاذ كمال ما اريد ان اقوله، نعم يعني كانت هناك مؤامره على محور المقاومه، على ثقافه المقاومه، لقتل القضيه الفلسطينيه مثل ما تفضل الدكتور صبحي غندور، لا يريد احد ان يتحدث عن قضيه فلسطين. شاهدنا في يوم القدس العالمي هذه المظاهرات في مختلف انحاء العالم الاسلامي، الجماهير تنزل الى الشوارع وتهتف بسقوط العدو الاسرائيلي والهيمنه الامريكيه. طب هذا تطور، خليهم يكسبوا يا سيدي شويه حكام منبوذين من شعوبهم في القمم العربيه والخليجيه والاسلاميه في مكه. احنا او محور المقاومه معه الشارع العربي في شمال افريقيا، في المغرب العربي، في المشرق العربي، في الشتات، في كل، في وحده حال. توحدت الحال العربية جميعا على رفض صفقة القرن، على رفض الاستسلام، على الوقوف خلف محور المقاومة.
طيب يا سيدي خلينا نحاصر، يعني ايش يعني ايش بده يعمل الحصار؟ اذا كان احنا استطعنا ان نغير المعادلات في المنطقه كلها، المعادلات السياسيه، المعادلات العسكريه، المعادلات الاعلاميه، المعادلات الانسانيه، يعني طبعا هم يريدوا ان يقتلوا اراده القتال عندنا، اراده المقاومه عند الشارع العربي، لا لم ينجحوا في ذلك على الاطلاق. طيب. الايام فعلا السنوات العجاف انتهت، الايام القادمه ستشهد مفاجآت. لا لزمن الاستسلام، الآن هناك المواجهة، هناك المواجهة على كل الجبهات، والإسرائيليين والله مرعوبين، والله في حالة رعب، والله بيسمعوا خطاب السيد نصر الله ما بيناموا، ويصابوا باكتئاب، وهم يقولون ذلك. يعني يوم أمس يعني كان في نقاش لساعات الفجر الأولى هذا اليوم في الإعلام الإسرائيلي لما كان يقوله الأمين العام لحزب الله أستاذ صبحي غندور، مسألة الأقطاب المتقابلة أو المتواجهة الآن في المنطقة، نحن كنا نسمع في الآونة الأخيرة أو في السنوات الماضية عن قيادة قطرية كانت واضحة للأحداث في سوريا، في ليبيا، في مصر، في إلى آخره من هذه البلدان. اليوم نسمع السعودية، الإمارات أيضا، كأنه القرار العربي أصبح في هذه الدول فقط. لكن حقيقة السؤال عن موقف الدول الأخرى، يعني يوم أمس كثير من المراقبين كان لديهم أو كان عندهم تحفظ أو استفزاز على أن تعقد السعودية ثلاث قمم من أجل طائرات مسيرة ضربت أهداف اقتصادية سعودية، بينما هناك أربع سنوات من الحرب على اليمن، التجويع وقتل المدنيين وتدمير البنى التحتية، وما في دولة يعني أدانت هذه الحرب أو طالبت بوقفها أو تضامنت مع اليمنيين. هنا أريد أن أسأل عن أدوار باقي الدول العربية التي تبدو بأنها يعني آسف على التعبير كأنها مستتبعة للموقف السعودي، كما كانت مستتبعة للموقف القطري قبل سنوات عندما كانت القيادة بيد قطر، كما يعني كما قيل أنه الولايات المتحدة كانت تعطي لقطر دفة القيادة في موضوعات لها علاقة بتغييرات في المنطقة. ما تسأل عنه أستاذ كمال مهم جدا، لأنه يعبر عن مأساة واقع الحال العربي الذي فيه فراغ في القيادة. الموضوع لا يتعلق الآن في هذه السنوات القليلة الماضية، الموضوع يتعلق في غياب دور مصر منذ توقيعات اتفاق كامب ديفيد. هناك قوة مجاورة للبلاد العربية، للأمة العربية كبرى، إن كان تركيا أو إيران أو أثيوبيا، وبما فيها بداخل هذه قلب هذه الأمة إسرائيل، هذه القوة الإقليمية الكبرى يعني تحاول طبعا أن يكون لها أجندتها الخاصة، ولها أجندتها الخاصة، وبالتالي في ظل الفراغ العربي نجد هذا التنافس. حدث ذلك إذا كنت تذكر بعد موت عبد الناصر، حينما أيضا برأ القذافي للحديث عن قيادة الأمة وفعل ذلك إلى حد ما صدام حسين حاول ذلك، فالمراهنات يعني كانت على استبدال دور مصر، وهذا شيء غير ممكن من الناحية الجغرافية والديموغرافية والسياسية أن يكون هناك بديل عن دور مصر في ريادة هذه الأمة. الآن بغض النظر عن من حاول ذلك وفشل، الآن واقع الحال أن السعودية فعلا تحاول أن تكون هي في موقع القيادة ليس فقط للأمة العربية ولكن العالم الإسلامي ككل. وهنا مكمن المشكلة، أن هذا كان يصح لو كان الوضع صحيح على مستوى السياسة السعودية، لكن للأسف ليس ذلك. يعني حينما تخرج القمة العربية بعشرة بنود لصالح أجندة نتنياهو وببند لصالح أجندة محمود عباس، ليس لصالح القضية الفلسطينية، لصالح فقط أنه طلب في اجتماع القمة في خطاب علني أن تضاف هذه الجملة فأضيفها، يعني لو لم يقل ذلك لكنا وجدنا عشر نقاط بدون حديث عن القضية الفلسطينية، وهذه أجندة نتنياهو، فأعطيت عشرة بنود لنتنياهو وبند لمحمود عباس. الآن هذا يعني ماذا؟ يعني أنه هناك تعامل خاطئ كبير في قيادة هذه الأمة. لكن الدول الأخرى أستاذ صبحي، يعني الدول الأخرى شو يعني؟ هي يعني مستتبعة، تجامل، في مدارات، في خوف، في ضغط أمريكي، وليس مسألة ما العلاقة بالسعودية؟ ما هو تعبير المدارات؟ يعني تعبير المدارات، أنت لاحظت معي أنه في كل الكلمات التي ألقيت في القمة كانت تبدأ أو تنتهي بشكرا على ضيافتكم الكريمة و عز الله أجركم والأخير، يعني الحديث كان مخصص كأنه للشكر على ما جرى تقديمه، ولا نعرف ماذا تقديمه، لكن أنا في رأيي في الكلمات كان هناك اختلاف. يعني كلمة كانت الرئيس المصري تتحدث عن تحديات
وتتحدث عن استخدم تعبير الحزم والحكمة، يعني أنه علينا أن نكون حازمين لكن نستخدم الحكمة في عدم يعني القيام بأعمال عسكرية بهذا المعنى في موضوع إيران. تحدث عن تركيا بشكل غير مباشر، وجدنا طبعا الرئيس العراقي يتحدث بشكل مختلف. الجميع أنا في رأيي لهم أجندتهم الخاصة، ولكن السؤال الأكبر المهم أنه وهذا الواقع الحال الذي تقود فيه السعودية الآن المنطقة. أنا أريد أن أتوقف عن نقطة مهمة وأقولها بشكل سريع. أنا أنظر إلى إيران ودورها في المنطقة الآن بشكل شبيه للذي كان في ظل فترة المعسكر الشيوعي ضد المعسكر الرأسمالي، أو في ظل الحرب الباردة، حينما لم يكن العرب يرغبون بالضرورة أن يكونوا من الحزب الشيوعي أو ينتمون للحزب الشيوعي، ولكن كانوا يجدون نصيرا من الاتحاد السوفيتي في السلاح، في الدعم، في معارك التحرر، دون أن يكون بالضرورة هذا يعني انتماء لتيار عقائدي علي الاتحاد السوفيتي. حينما كنا صغارا في طلبة في بيروت يا أستاذ كمال، كنا نتظاهر لدعم ثورة فيتنام التي كان يقودها هو شي منه، وكنا في الوقت نفسه نتصادم مع الشيوعيين، مع الحزب الشيوعي في المدارس وفي الجامعات. هذا يعني أن هناك فصل مسألة التوجهات، يعني عليه إيران التوجهات، وإن عليه إيران من توجهات عقد. هذا حر أي شخص يأخذ به أو لا يأخذ به، لكن نظرة إلى إيران الآن في المنطقة العربية وربما في العالم الإسلامي أنها الآن تساعد حالة تحرر بهذا المعنى. كالنظرة كانت لعبد الناصر في دول العالم الثالث، لم يكن هؤلاء من الناصريين في أمريكا اللاتينية أو في غيرها، حينما كانوا أيضا يأخذونه كمثالا. الأمور تتحول إلى هذا الشكل، إلى هذا الشكل الذي ذكرته أستاذ صبحي؟ نعم، يعني نعم، يعني أنا لا أنظر على سبيل المثال الآن حتى إلى حالة المقاومة في لبنان وفلسطين، لأن لها صفة إسلامية دينية معينة. لنفترض أني أنا من المسيحيين العرب، طب أنا ما لي علاقة بكون يعني بهالتيار. نعم. إذا كان هو على وسط، لكن أنظر إليه أنه هو تيار تحرري لمن أجل خدمة القضية الفلسطينية وتحرير أراضي محتلة لبنانية أو فلسطينية أو غيرها. أستاذ صبحي غندور، المشكلة تكون الآن في آسف على المقاطعة، ولكن لم يبقى معنا ولا ثانية واحدة. صبحي غندور مدير مركز الحوار العربي في أمريكا من واشنطن، أشكرك جزيل الشكر. أستاذ عبد الباري عطوان رئيس تحرير جريدة رأي اليوم من لندن، أيضا لك جزيل الشكر. والمسائية انتهت. في ختامها تذكير بعناوين ملف هذه الليلة: إن أي اعتداء إسرائيلي، أي قصف إسرائيلي لأي هدف يرتبط بالمقاومة في لبنان في مسألة الصواريخ أو غيرها، نحن حزب الله سنرد عليه سريعاً ومباشرة وبقوة. معادلة القوة تحول أي حرب مقبلة في المنطقة إلى حرب وجود كبرى وتحرير من الهيمنة والاحتلال. إنه إذا قدر الله سبحانه وتعالى وحدثت مواجهة وحرب مع هذا المحتل، فسيتم دك تل أبيب بأضعاف مضاعفة مما دكت به في عام 2014. وحدة الجبهات تجعل من غزة جبهة حرب تحررية في رد محور المقاومة والشعوب ضد أي عدوان. حسابات ترامب المالية والانتخابية تحبط خطط معسكر الحرب، فهل يعيد الثلاثية السعودي الإسرائيلي الإماراتي حساباته للحد من خسائره في المنطقة؟ لمزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا في الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. للقاء.